كمان تقول أي شيء براسك أنت؟ ما أنا بشتري شيء بس زي مثلاً إذا مرة أجرب القرع اللي ما قد جربته في حياتي ولا أبغى أجرب بس أنا مقصوب أجرب. صح طعم مكس طعم وأنا كنت أطلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت لكم إن جوجو ما تطلع إلا وسط الليل صراحة. وربي يا أنه نومي انخرب. نت استنى بشغل كذا شوية. خلاص ما بشغل ميوزك. اليوم طيب ليش جوجو يعني ما جيتي هنا يعني من بكرة وخلاص نبدأ الفلوق يعني حياة ثانية؟ لا أنا بديش لكم هو من الليل عشان أنا فيني طاقة السوالف. فيني أحس اللي أبغى أتكلم. فشوفوا اللي ورايا هذا كله اليوم برتبه. ليش؟ لأنه بتجينا مهندس النظافة. فأنا مجبورة صراحة إني أرتب لازم عشان جاني تهزيء من ماما صراحة يعني قالت لي لو ما رتبت الغرفة والله ما أجيب الشغال. خلاص يعني الشكوى لله شو نسوي يعني. قاعدة تتكرر هذيك الأغنية اللي حقت أوف يو فين إيش اسمها سابرينا صح؟ تعرفوا الترند اللي طلع في التيك توك الجديد اللي سووا الماتشا بالسكريم؟ هذا هو صراحة أنا وإحنا مشرت عليه ومرة حمستني فبجرب وإذا عجبني بكرة بصور في التيك توك وأقول لكم إنكم جربوه زي كذا. فيلا الإسكريم ذاب من أول تخيلوا جبته في غرفة ونسيته بالغلط. اليوم رحت بقال أصلاً مع بابا قال لك إنه عندي سن له حس الموية كثير بشرب قليل. أوكي طعم خشب هذا. أنا ليا من أول أقنع أمي وأبوي إن إحنا نسافر. أحس إني دخل طعم الماتشا. أحس إني ما شبعت وأنا قاعدة أسافر. أحس نفسي أسافر مرة ثانية. نفسي أروح مصر دبي. هل تتوقع إنه خلال هذا الإجازة حسافر يا مصر أو دبي؟ المهم يلا شوت ماتشا. شوف المصداقية عندي عالية. سنة بلبس النظارة الشمسية. في نظارة شمسية جنبي سنة بلبسها. شخصية الغموض طلعت. خلاص بص المهم شوفوا هذا سكريم فانيليا فعشان كذا اللي مطمنين ممكن ما يكون مرة مر مرة مر. كان بينكم ايش الغباء هذا يعني فين كفى اكل جبت ملعقه انا فين ملعقه يقولون انت ليش تنسي وانا ناسي الملعقه اصلا فين جبتها. شوفوا كيف لو انا كنت لابسه النظاره كنت ممكن اعذر نفسي بس انا بدون نظاره وحوله الله يحمد شوفوا كيف لونه صار. أحس حيكون الطعم خايس بكل صراحة يعني. هنجرب بسم الله. طعم حديد والله. ريحة حديد أقصد. يا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 1 2 3 يرمي. دقيقة بس الإجراءات بالطعم. ما في طعم ماتش بس إنه طعم يعني. بنات لازم تجربوه والله مرة طعم يعني. هو طعم ماتش مو مرة 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 واضح والله. I like it. المهم يلا خلينا نكمل سوالف وناكل سكريم. طيب أتكلم معاكم بخصوص سفرتي في الرياض. أغلبكم كان متلخبط إنه خير إن شاء الله فين أمك وأبوكي. شوفوا أنا رحت مع عماتي طيب ف أمي وأبوي يعرف يعني كذا اللي ما رحت من وراهم يعني مدير العقوق يعني. لا كانت السفرة مرة حلوة بس حسيت إنها أنا أحس إني ناس إنه في كاميرا ما أبغى طالع. دونت لوك إت فور مي. سفرة حلوة بس أحس في شيء ناقص يعني فهمت اللي في شيء نسيت تحطونه. ما أمي وأبوي مو معايا. في شيء غلط. لا في شيء غلط حرفيا. ببكي بس اهلي مو راضيين يسافروا ذحين مره ثانيه. شكلي اسحب عليهم مره ثانيه. اللي بالرياض متوظفين ايش رايكم؟ انا يمكن عشان ماني من الرياض يعني لو اني بالرياض ممكن اقول انه ان شاء الله توظف مكه. مع انه لا الحمد لله انا ساكنه في مكه ولدت في مكه وكل شيء يعني هذه اكبر نعمه اكبر نعمه. الحمد لله يا رب. قولوا ما شاء الله. ايش فيه ليش كذا اتكلم؟ Good.
بس 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 دايق لصاحبتي ليش ما ادري ليش انا فتحت بنات تخيلوا انه بكره بسوي ليزر الحواجب مو ليزر بكره بسوي تشقير الحواجب هذا اللي للشعر الزايد واللي في النص والاشياء هذي احس اني خايفه شويه من اللسع يعني تخيل صاحبتي سن بدق على صاحبتي اقول لها انه كيف تجربتك مع الليزر حطت ميوت عشان اقول لكم مع السلامه هي ما تدري ان انا قاعده اصور يلا مع السلامه مو مع السلامه خلاص بروح اتكلم مع حسيت انه الجو حلو يلا جايز اهم شيء سلمش سلمش اهم شيء لا تفصل الوتر انا اتكلم انا صادقه ترى وقت طقطقه طقطقه الحين قوم صل الوتر يلا في الليل فاضيين كلنا قوم صل الوتر يلا طبعا انا ما اخذ وضعيه الاستقعاد اي حد يمر لازم اقول له يقوم يصلي عشان يوم الواحده خلاص صليت الحين بروح اقوم من بابا عشان يصلي بالمسجد يصلي في المي في المي ميلس في المسجد في الميس ميس الكويتين كيف تقول المسجد مسجد مسجد سلمش شوي سلمش يلا نقوم ماما يلا قوم يصلي بابا يلا قوم صلي الصلاة اسمح راح يقوم يلا قوم صلي هذا شو اسمه الفجر يلا شوي سلمش برب المصعب يضحكني برب مرة أحبه أحلى شيء في الحياة لا 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 حرفيا لا احد يقول لي اهلي انه نبغى نطلع نفطر والساعه 6:15 الصباح 6:15 اللي بابا دق علي قال انه خلاص يلا الذهب نطلع نروح نفطر مدري ايش بس قبل ما نروح بنروح موعد المستشفى يعني عندهم موعد اهلي سي سلامات فر ماما بس يعني صراحه ما لهم بابا يعني من جد بنطلع نفطر في جده ونحتاج ساعتين قبل ما نطلع اوكي جايز انا كذا جاهزه خلاص خلصت بس نبغى اوريكم شو زين انا مره محتاره فيهم هذا حق اديداس البسه ولا هذا احس اني محتاره بين الاثنين لا حول ولا قوه الا بالله احس هذا يعني احلى خصوصا مع العبايه كذا فهمتوا كل ميك اب نو ميك اب هذا ميك اب نو ميك اب على الصروف ما في الا اني حاطه واقي شمس وروج بس بنات الشنطه هذه حسيتها مره تجي معاها بس اني خلاص بس حطيت فيها عارفين ايش ميك اب كذا بس بلاشر وجلوس فمره احنا كذا شكلنا كذا مره جايز بس كل شيء في الدولاب اكسسوارات اليوم جاني طاقة اكسسوارات ما ادري غريب فخلاص اكيد كذا احس السلام عليكم وبركاته اضرب فايب ايش هذا يا جماعة شوفوا دعست على ايش يا الله عرفتوا ولا لا ابغى سام خلاص جايز انا احسب اني قاعدة اشوفكم من هذه بس بجيكم خلاص في السيارة لمن نروح نفطر يعني بسوي لكم سكيب على لقطة المستشفى ما اقدر اصور لكم هناك بشرب موي عطشانه يا الله يا الشمس فسويت ماتشتي من جوا اهلي سرين في السياره انا قاعده اصور لكم إذا شغل نت للطفرانية أنا جماعة من أول أتناقش مع هذا اللي جنبي قاعد أقول له الموضوع هذا ما ينفع الناس يسووه يعني ما في شخص طبيعي يسوي هذا الموضوع بالله قولي لهم ردة فعل قولي لهم طيب عشان طفشانة ما قريت الأدب أنا ما قريت الأدب هلا قريت الأدب ما قريت الأدب أنا اليوم راح نجاوب على أسئلتكم اللي اكثر من مره سالتوني هي بس خليني ارفع لك في اسئله كثير طيب يلا اول سؤال هل انتي عندك اخوان احنا ما نشوف في فلوقات الا كرم شوفوا انا ما عندي اخوان ولا عندي اخوات بس انه كرم ولد خالتي بس ساكن فوقنا زي ما نقول عند الجيران بس انه يعني عادي نخليه يثبت انه ام وابوي كل شوي يسافروا عندهم عمل وزي كذا طيب نجي للسؤال الثاني نبدا كمان تقول ايش براسك انت ايش انا من بلد جيران حمارة انت مين
ولدكم انا. انت ولدنا؟ ايوه. انت مش ولدنا؟ الا الا ماما الا الا ترى مجيت هذه الحقيقة. ايوه مرة واضح. بلا غباء يعني اذا هذا حشوفهم اكيد بلا غباء. طيب بس انت يعني ما انت ولدنا معليش. انت مش ولدنا. انا من بنتكم؟ انا من بنتي. انا بنتي. احنا عندنا ثلاثة ادوار صح؟ لا. شفتي جدة؟ انت هناك معاهم. أنا بنت جدة؟ أيوه. أنا بنت مكة. السؤال الثاني، ليش كرم مرة 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 كريه مرة مرة مرة؟ أيوه أنك تطرد. هو إيش؟ إيش؟ اللي أما نفتح أنا نغمضها أول واحد يفتح يعني مثلا ما نفتح في وجه بعض. ما أعرف. طيب يلا قرب قرب. إيش الاستقعاد هذا؟ خليك قدي. لا. عيني مفتوحة طول. هم يشوفونا ولا لا؟ خليه يشوفونا. سلم علينا. السلام عليكم. سلام كبير. لا لا رجبين. انا باسمي ورد عبد الرحمن. والله مره حلو. وصلنا. ما حقدر اسوي ولا شيء من المطبات. اخذت البرونز هذا خصيصا من براند لوك السعودي. سوري نفس فرشة البلاشر. بنات هذا الليب كومبو حقي. وصلنا ايرلي كلوب. بسم الله يا خراشي. شو هذا اللي طاح؟ في شيء طاح حق الكاميرا. وربي لا تصفق لبابا شافه. انت مهمله. وصلنا ايرلي كلوب نفطر عندهم. اصلا هم ما عندهم الفطور، يتميزوا بالفطور. ان شاء الله يكون كويس. هذا هو في المجمع. صراحة مجمع كالشوخة. I like it. شوف كرم. وريهم كابك الجديد. يا الله. دور مكان جلس فيه. حم نشوف المنيو. الستيك مشروم سلايس. البيض صح؟ استايم صح؟ كرم فشلتنا، قاعدين ندور هنا، المحل هذا بس فطور، طيب يعني زي كذا، فيهم شيء يبغى برجر، مو برجر هذا يكون بس عاش معاه شوية بيض، فشلت. في سلطة افوكادو، شوفي هذه، قاعدين طلبنا طلبات، حرفيا وجهي كذا. وانا كنت بطلبه. لا قلهم قلهم سوي لك قلهم سوي لك. انا بس انا بصور بصور. ايش هذا احلى؟ ايش الابو المدمر هذا؟ تعال صور بصور. نزل. They wanna party dancing in my party. شو يعني؟ يا اخوان. هلا والله ينخفوك. قول لي ماذا نكس بيش؟ قهوة بالبرتقال. يلا بنفهم. شوف المكس الغريب هذا، برتقال مع القهوة. ما قد صار في والله تحس انه كذا ضارب كذا برتقال مع قهوة. والله جيد. والله فنان. والله 10. من جد رب الكعبة 10. شوف انا بنت. يما والله لذيذ. صح طيب ميكس طيب يعني صح عيد التم. الحين بجرب عصير برتقال مع قهوة صح؟ ضرب صح؟ بس والله مرة طعم مرة. سلطة القرع. برجر فنان. قاعد شوف هذا طلبي. بابا يدك لو سمحت. بابا قاعد ياكل مو فاضي. هات بيض مكسيكي صح؟ ايوه. قاعد شوف هذه انا اول مره اجرب القرع. يعني ما قد جربت في حياتي ولا ابغى اجرب بس انا مقصوبة اجرب. ما يقولوا طعمه زي الجزر. ما بدي. شو
مع بعض فاضل لكم مضايق؟ لا هو طيب بس انا ماني قادره اتقبله نفس العرض هذا اللي قاعد شوفوا هذا بلبسته الجاج خلينا نجرب خلاص بروح اكل ما سام شوفوا هذا شيء رهيب رهيب لازم اجرب اسويه في البيت ايش رايكم اني مره البيت اجرب اسويه جايز مره ما عجبنا ما شاء الله هذا لازم ناخذه سفري تكوي محمد محمد تكوي محمد صراحه ستايل المكان رهيب مره من كل من جميع النواحي معليش نجي مطعم مشري ماتشا ايش يلا تقلبها قلبها بسم الله الرحيم يما شنو في يا الله والله في الاحترام اخذها وراح برا من يوم ما شفته انا قلت الدجاج هذا اللي طلبته اي قبل واحد ده تخاف تقول اشتري لي لعبه سبعة من عشرة احلى مكس في العالم اخذنا طلب تكوي لسه مشروباتنا ذحين تجي الحين اوريكم ايه قسماني اوكي بتعال شيلو عشان ما اقدر اشيله مدير العقوق امسك اوت برود جماعه سامعين جماعه سامعين صوت الاذان دخلنا الصباح خرجنا الظهر ايش الجليتش هذا اللي صار ما اعرف بروح مكتب الجرير طيب وما تزعق علي يا بابا جايز عارفين بابا ماما اول واحده قال نزلت من السياره وهي قال ما تبغى تنزل ها ليش نازله ماما بنات تخيلوا حس بابا بيسحب علي بس ايش طلع جابني وقت الجرير اشتري لي هذا والله انا بشتري شيء بالصراحه يعني انا نسيت اسمه انا نسيت اسمه بس ابغاه في عز الحر والان ايوه بس انا نسيت اسمه دقيقه خليني ادور قيام الليل قيام الليل بابا من فين نسيت والله ايه ابو بابا استغفر الله هذا الشيخ مبارك جدي شوفوا هو يا انه غباء يا اني انا استهبل واسوقها يبا هذاك اللي يكون مختصر فيه فهمتوا هذا المصحف فيه مين هذا ايوه مصحف القيم مصحف القيم مصحف القيم بابا مصحف القيم اه لو سمحت في مصحف القيم ان شاء الله يا رب والله لا ابكي اذا رجعت البيت اقول لكم ايش هو هذا مصحف القيام مره حلو مره 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 يعني في شيء في بالي ابغى اسويه فلازم اشتري مصحف القيام يعني زي مثلا اذا تبغى تختم البقره في يوم طيب في القران الصغير تكون يعني بجد مره يعني تتكاسل بس هذا خاص في صفحتين يعني تخيل كل خمس صفحات في ورقتين كثير منكم يبحث اي تفكر اني اشوف عن مصحف القيام من انتاج درغه بابا صار هادئ معايا ويمسح على راسي يحسبني صرت مجنونه خير بابا رخي الصوت بابا بابا يقول يبغى لكم هذا الكتاب الله وربي اشتكت لحياتي كنت اقرا كتب والله كنت اقرا كتب من جد بذمه وضمير مره مره اشتكت خلاص كلنا نظلم من السعر وهي ماما شوفي رقم 79 يلاحقني حتى في سماعة جرير اي حد لحق احنا عند الباب طيب يلا يا طاو ضيت اللي مشت الانتصار بعد ما طفرنا اهلنا 35 وب 65 ريال على مكه حر لسه عندنا موعد الساعه 4 هلا بي كلنا شرب من جرير الا بابا عشان هو اللي اشترى لنا Thank you father. إيش شعورك الآن؟ يعني تخيل دفع 500 ريال. بابا الغني هذا الغني فيه. تعال جو دخين سيارة يتم التسفيل.
بس رجعنا البيت حرفيا الاخلاق وربي فين اكتئاب حاد تجمع اقرا اقرا. دوب رجعت البيت حرفيا دحين الساعة 2:09 يعني ما الحق اروح اتوضى عشان اصلي الظهر الا الاقي الساعة 4 جات والموعد الساعة 4 وانا حرفيا اني ادور النوم ابغى حرفيا سادة وشي جايز. وانا بطني الان صراحة يعني فضفضت ما بعد الاكل. انا بطني الان مليانة جدا يعني خلاص فل. لا وانا لازم اشرب قهوة لان مرة فيني نوم وربي مرة فيني نوم. هو ترى اوضح لكم كيف الحرمة تقول لي رقم رقم هويتك وانا اقول ايوه اول مرة اسوي ليزر. جايز دوبنا خلصنا خلاص رسين بالكفر قبل ما بابا يجي. بنات انا الحين مصدعة حرفيا. انا مواصلة من امس يجينا موعد الليزر ورحنا الصباح نفطر في جدة ومشوار. انا هنا خلصت حواجبي هي لسه هذه مو النتيجة النهائية. لازم تجلس كده لين ما يمكن بعد يوم بالضبط خلاص يكون مرة بيرفكت. هذه خفت صارت كويسة شوفوا كيف ولا كأني في شعر. انا بدأت نحط ادراك ليه ما صرت لكم النهاية ولا قلت لكم ايش صار. برات همس بعد ما رجعت من المستشفى خلاص مسروع نوم خلاص رحنا سلمنا على عمتي ورجعنا البيت ونمنا خير. فمرة نمنا ندوب صحيت دحين قبل شوية الفجر فخلاص بس اتفرج فيلم القديم اللي تبعته مرة من زمان. بس يلا اشوفكم بالفلوق الجاي واتمنى لكم استمتعتوا معايا. يلا مع السلامة. سلمى والله بزوم ما قلت سلمى عليك.